لنبدأ بشيء بسيط. حضروا لي فطائرا لذيذة. فطائر؟ هذا أستطيع فعله. لقد طهيت الكثير من الفطائر في حياتي. أعرف أصفاتها عن ظهر قلب. نحتاج أولاً إلى خلط الدقيق مع الحليب، ثم نكسر بيضة بالخليط الناتج. زاك، ماذا تنتظر؟ كرر من بعدي. ماذا قلت يجب تحضيره؟ لدي وعاء عميق، يبقى أن نصب الدقيق فيه. كلما كان أكثر كان أفضل. ليس من السهل التعامل مع الدقيق. بعد ذلك يأتي البيض. أنا أيضاً بحاجة إلى توخي الحذر. ولا ننسى الحليب. جدتي، لديك عجينة كاملة جاهزة. نعم، الفطائر ستنتهي قريباً. اللعنة، ماذا فعلت؟ جدتي، هذا كله خطأك. لقد صرفت انتباهي وسكبت العجين. لكن لا بأس، أعتقد أنه يمكنني خلطهم جيداً. سيكون كل شيء على ما يرام. أعتقد هذا كافٍ. الخلاط الغبي عالق، هيا أخرج. أين الشفرات؟ لا، كيف يمكنني تحريرهم؟ على ما يبدو علقوا إلى الأبد. زاك، أنت طباخ سيء. أما أنا سأستمر في طهي الفطائر اللذيذة بنفسي. ليس لدي منافسين. فقط انظروا إلى هذا الجمال. بالطبع، يجب رش هذه الفطائر بشراب القيقب حتى تصبح لذ. والقليل من الزبدة لن تؤذي أيضاً. تبين أن طبق الجدة بالطبع ليس سيئاً، لكنه ممل. لماذا لا أجعل الفطائر ملونة أكثر؟ هكذا سيكون تناولها أمتع. جميل، العجينة جاهزة والموقد يعمل. يمكنني أيضاً صنع الفطائر على شكل رؤوس شخصيات مشهورة. ستكون مشرقة ولذيذة ولا تنسى أبداً. يا له من جمال. الآن نقلبها، نحمصها على الجهة الأخرى ونضعها في الطبق. حسناً، الجميع صنعوا مثل هذه الفطائر الجميلة. ماذا أفعل أنا؟ بالضبط، لماذا أحضر عجين الفطائر إذا كان بإمكاني استخدام الجاهزة منها؟ مثلاً، أقطع شرائح الخبز باستخدام الأكواب. لجعلها ألذ، أحتاج إلى رشها بالكريمة المخفوقة. الكريمة تجعل أي طبق ألذ وأحلى. هكذا، برجي على وشك الانتهاء. وإذا أضفت القليل من الإضافات اللامعة، ستصبح فطائري الرائعة. كيت، حان وقت اختيار الفائز. واو، لم أكن أتوقع مثل هذه المجموعة المتنوعة من الفطائر. لنبدأ مع زاك، آمل ألا يخيب ظني. العجينة غريبة، لكن الكريمة والرشات لذيذة. حسناً، أحب الرشات. دعونا نتابع. ما هذا الوجه الأزرق؟ فطائر أصلية، هل هي لذيذة؟ أنا حقاً أحبها. هذه المرة أعجبني جداً. باقي المرشح الأخير للفوز. جدتي، لا تخذلينني. كم يبدو شهياً. نعم، إنه فقط فاخر. جدتي، أنت تعرفي أفضل طريقة لصنع الفطائر اللذيذة. الانتصار لك. لا تحزنوا، يوما ما ستكونوا محظوظين. هل أنتم جاهزون؟ إذن اصنعوا لي بعض الشوكولاتة الساخنة اللذيذة. سيتم الأمر بسهولة. بينما يتحدث الجميع، أنا بصفتي الأذكى أستمتع بالنوتيلا. زهاك، ألا تخجل؟ أحتاج إلى هذه النوتيلا لصنع الشوكولاتة الساخنة لكيت. أخطط للفوز بهذه الجولة. للقيام بذلك، أحتاج إلى تقليب النوتيلا مع الحليب. ثم سأشعل هذا الخليط على النار، وبطبيعة الحال أقلب جيداً. رائحته لذيذة.
أوه نعم، رائحة مدهشة. حان الوقت لي للبدء بالتحضير، لكن الحليب لا يفتح. هيا. أوه، أنا الآن مغطى بالحليب. أنا بالتأكيد بحاجة للفوز لكي لا تذهب هذه التضحية سودة. للقيام بذلك أستخدم الشوكولاتة المفضلة لدى الجميع. بالتأكيد لن يخيب ظني أبدا. شاهدوا وتعلموا، الشوكولاتة الساخنة فكرة من القرن الماضي. اليوم يتم تقديم الشوكولاتة بشكل منفصل لأنها تبدو أجمل وألذ أيضا. نأخذ الشوكولاتة السائلة ونضعها في قوالب خاصة، وبعد أن تتصلب أحصل على نصف كرة، ولاحقا سأحولها إلى كرات. في الداخل سأضيف الكاكاو والمارشميلو، والآن أغلق. فوالا. وبالطبع أزين كراتي بتغطية حلوة أيضا، تبدو مثالية. الآن يمكن صب الحليب الساخن في الكوب، ويكفي رمي كرة واحدة فيه وستتحول على الفور إلى الشوكولاتة. ما هذه الطريقة؟ حفيدتي لا تحب هذا، إنها تحب الكاكاو مع البسكويت. أنا أيضاً أحبه. ما هذه الرائحة الزاهك؟ لديك حريق. أوبس، سأطفئ الموقد حالاً. لماذا الشوكولاتة لا تذوب؟ اتضح أنني لم أطبخ شيء. أوه، حسناً، أردت صنع هذا التمثال الشوكولاتي. إذاً زاك، ما هذا؟ لا يشبه الكاكاو أو الشوكولاتة الساخنة. حسناً، سأجربه. إنها فقط مجموعة من ألواح الشوكولاتة، هذا لن ينجح. دعونا نرى ماذا أعدت جدتي الحبيبة. صنعت الكاكاو مع البسكويت، لذيذ. يبقى أن أجرب المعجزة التي أعدتها الشيف تينا. التقديم بالطبع أكثر إثارة للاهتمام من البقية. فهمت، يجب رمي الكرة في الحليب. واو، إنه ساحر. هل فعلاً أصبح الحليب شوكولاتي؟ لنجرب. رائع، شوكولاتة الكاكاو الساخنة لا تصدق. الفائز في هذه الجولة واضح، تينا، إنه أنت. كان ذلك واضحاً، أنا محترفة. الآن أريد كعكة كبيرة ولذيذة. أنا جيدة جداً في صنع الكاك. سهل، يمكنني بالتأكيد فعلها. من الجيد أن الجدة تعرف مذاق حفيدتها المفضل. يمكنني تحضير الكعكة التي تحبها كيت بالضبط. سأجعلها على شكل قلب حتى تعرف حفيدتي كما أحبها. إنها لطيفة جداً أيضاً. يجب دهن الكعكة جيداً بالكريمة حتى تلتصق ببعضها البعض. كلما زادت الكريمة زادت لذاذة الكيك. يجب دهن كل مليمتر من الكعكة بالكريمة حتى يحبها العميل بالتأكيد. بتعبير أدق حبيبتي كيت. جاهزة؟ أوه لذيذة. الآن أبدأ بتزيين الكيكة. لا يوجد زينة أفضل للكيكة من الفراولة الطازجة. أقطع الأوراق الإضافية وأزين بها الكعكة. التوت يمنح الكعكة الرقي والفخامة والطعم اللطيف أيضاً. ما رأيكم بإبداعي؟ هذا هراء. الآن سأوضح لك كيف يتم تحضير الكعكة اللذيذة، الأصلية واللذيذة في نفس الوقت. يجب تقسيم الكعكة إلى جزئين، وبعد ذلك يجب قطع قاطعة من كل كعكة. جاهزة؟ بعد ذلك أحتاج إلى التكرار بعد الجدة، لكن ليس لوقت طويل. أغطي كل الكعكة بالكريمة، وحان الوقت لقلب تصميمي. حصلت على أساس لقوس قزح المستقبلي. بعد ذلك ألونه بالألوان المناسبة. أنا متأكدة من أن كيت لم تجرب كعكة قوس قزح بعد.
كل شيء جاهز تقريباً، يبقى فقط تنعم الكريمة وإضافة بعض التفاصيل. ممتاز، الآن سيبدو قوس قزح مع وجه أجمل بكثير، ويمكن أيضاً رسم سحابة من الكريمة. إبداعي جاهز الآن. لماذا تهتمون كثيراً؟ إنها كعكة وسوف تأكل. يكفي أن نضع عليها الكريمة وهذا كل شيء. ماذا؟ يبدو أن الجدوتين لديهما كعكات أفضل من كعكتي. سأصلح الوضع الآن. للقيام بذلك أحتاج إلى إذابة الشوكولاتة الوردية. آمل أن أتمكن من إنجازها بسرعة. نعم، مذهل ولذيذ. حان الوقت لصب هذه الشوكولاتة على الكعكة. للقيام بذلك أحتاج إلى قالب خاص. هكذا ستسقط الشوكولاتة على الكعكة بشكل أكثر. جدتي، هل رأيت ذلك؟ لا يمكنك فعل ذلك. تادام، انظروا كم هو جميل. فعلا يعجبني. نعم، لقد بذل جميع قصارى جهدهم. ربما سأبدأ مع كعكة تينا، إنها لطيفة جدا. حلوة المذاق، لكن من الواضح أن هناك شيء مفقود. جدتي، أتمنى أن أحب كعكتك أكثر. لذيذة، ولكن هناك شيء مفقود هنا أيضا. زاك، ربما أنت صنعت الكعكة المثالية. تبدو بالطبع عادية جدا، لكن المظاهر قد تكون خداعة. أوه، يا لها من نكهة لذيذة فعلا. شهية، لم أتناول مثل هذه الكعكة اللذيذة منذ وقت طويل. زاك، مبروك، أنت الفائز. أخيرا، أعتقدت أنني لن أفوز أبدا. هاي، أثير للاهتمام، ماذا سيحدث الآن؟ في الجولة الأولى يجب عليكم أن تصنعوا لي كعكة تورت. هذا سهل، علي أولا أن أصنع عجينة الكيك. كل شيء بسيط، نحتاج إلى الدقيق والبيض وبعض السكر والحليب، وأخيرا بعض عصير الليمون الطازج. هذا حقا بسيط، علي فقط أن أكرر بعد جدتي. أوي، كم هذا مؤلم. جدتي، ماذا تفعلين؟ شاهدي، أين تعصري الليمون؟ آسفة، لم ألاحظ ذلك. دعونا نعود إلى عجينتي. يبقى أن أصب هذا المزيج الجاهز في القالب. يجب فعل ذلك بعناية فائقة. كم هذا رائع. لا لا، لا أريد الدقيق بعد الآن. أفضل صنع كعكة لكيت بناء على الأشياء الجيدة الأخرى. مثلا سأحتاج بضع لفات من علكة هوبا بوبا. والآن يجب فقط تحويلها إلى فطيرة. حسناً، سأحتاج إلى مساعدة المدفعية الثقيلة. مدحلة الإسفلت ستكون مثالية لذلك. نعم، هذا رائع. الآن شاحنة قلابة بها دببة سكرية. حان الوقت لإلقائهم في المقلاة لإذابتهم. أحركهم قليلاً حتى لا يلتصقوا بالمقلاة. ممتاز، والآن بمساعدة كفوف خاصة أخذ المقلاة بعناية وأسكب المرميلاد الذائب مباشرة فوق فطيرة العلكة. وهكذا أكرر العملية مرة أخرى. الطبقة الثانية من العلكة أضعها في الأسفل باستخدام هذه الآلة الحاملة. كم هذا رائع؟ إنها ليست الطبقة الأخيرة، والآن طبقة المرميلاد. كم هذا مدهش؟ الآن جاهز. يبدو أن جدتي تحضر شيئاً أيضاً. نعم، لقد حضرت طبقات الكيك الجاهزة. حان الوقت لتقسيمها إلى طبقات ونشر الكريمة المخفوقة بينها. أضع بضع ملاعق من الكريمة وأسوي سطحها هكذا. كم هذا رائع؟ ستكون لذيذة جداً. زاك، إلى ماذا تنظر؟ هذا ممل جداً.
انظري إلى كعكتي، لم أنتهي من تزيينها بعد. سأزينها بقطرات من تلوين الطعام حتى أتمكن من تفتيح اللون لاحقاً. لكن القطرات لن تعمل معي، من الضروري المساعدة من أدوات خاصة. وهكذا أوزع الألوان حول محيط الكعكة بأكملها. يا له من جمال! الآن سأقوم بصنع ثقب في وسط الكعكة حتى أتمكن من وضع أكبر عدد من السكيتلز في الداخل. الجميع يحبهم، لذلك بالتأكيد لن يكونوا زائدين عن الحاجة. يبدو أنه ليس هناك ما يكفي من الحلوى الحمراء، لكن لا بأس، لدي المزيد. شاهدوا كل شيء واحسدوا، هكذا ما يجب أن تكون عليه الكعكة. مثير للاهتمام، أحتاج إلى تزيين كعكتي أيضاً. أزين بالفراولة. أحتاج أولاً إلى التخلص من الأوراق الخضراء. انظر إلى هذه الحيلة التي شاهدتها على تيك توك، رائعة. وبعد ذلك أحتاج فقط إلى تقطيع الفراولة إلى جزئين ثم لصقها على الكعكة. جميلة! كلا، كعكتي الجميلة التي أزينها بإضافة قوس قزح. مثير للاهتمام، وأنا سأضيف أوراق النعناع الطازجة وشريحة من الليمون. هكذا سيكون أكثر جمالاً، انظر فقط. ما زلت الأفضل. من قال كعكتي أجمل؟ لا، كعكتي. ماذا يحدث؟ غريب. يجب أن أزين كعكتي أيضاً. صحيح، لم يتبقى لي سوى العلكة، لذلك ستفي بالغرض. هاي، توقفوا عن الجدال، دعوا كيت تقرر. واو، كم هذا جميل! لا أعرف حتى من أي كعكة سأبدأ. كل شيء فاتح للشهية، ستكون الكعكة الأولى كعكة جدتي. واو، لكن ماذا الطعم؟ ليمون؟ أوه، حامض! جدتي، وضعت الكثير من الليمون هناك، من المستحيل أن تؤكل. حسناً، المرشح الثاني هو كعكة الشيف زاك. ليست جميلة فحسب، بل كبيرة جداً أيضاً، وفي الداخل مجموعة من حلوى السكيتلز، رائعة. أتذوق. الطعم ببساطة غير واقعي، لذيذة وشهية. ماذا أرى؟ ما هذه الكعكة الوردية؟ تبدو مثل كعكة باربي. أما هل تمكنت من صنع كعكة من العلكة؟ لم أرى هذا من قبل. والآن سأتذوق. أوه، هذا شهي. لم يكن لدي أي فكرة أن كعكة العلكة يمكن أن تكون لذيذة للغاية. انظروا كيف تمتد، هذا ممتع حقا. هل تعرف ما فائدة هذه الكعكة أيضا؟ يمكنني نفخ فقاعات رائعة. فقط انظروا، ليس لذيذ فحسب بل ممتع ايضا. اما كعكتك تفوز هذه الجولة. مرحبا، لا عجب انني بذلت جهدي. ماذا سنحضر هذه الجولة؟ في الجولة الثانية ستحضرون البيض المخفوق. لم اتناول الافطار اليوم، لذلك اريد البيض المخفوق. بيض مخفوق؟ هذا سهل. أحتاج أولاً إلى فصل البياض عن الصفار بشكل احترافي. يمكن القيام بذلك باستخدام سكينة واحدة. كم هذا مثير للشفقة! هل تعتقد أنه من الصعب القيام بذلك؟ انظر. أيوه، على ما يبدو فعلاً صعب جداً. ماذا علي أن أفعل الآن؟ كانت هذه آخر بيضة؟ بالضبط، ستساعدني هذه الحقنة العادية. يمكنني امتصاص كل الصفار بشكل منفصل عن البياض، ثم أسكبهم هكذا مباشرة في مقلاة ساخنة. ولجعل البيض المخفوق غير عادي، لن أصنع بيضة واحدة بل العديد من البيض الصغير، يشبه بيضة الدومة. أمامي مهمة صعبة، سأحتاج إلى تلوين هذا البيض قليلاً لجعله أكثر إشراقاً. بضع قطرات من الملون وأخلط قليلاً. باستخدام حقنة يمكنني صنع بيض مقلي بألوان قوس قزح، وسيكون الصفار بمثابة الشمس. لماذا كل هذا العناء؟ يمكن فقط صنع أفضل بيض مخفوق على شكل قطة. الصفار مشابه جداً للعيون الكبيرة. تدام، فقط انظروا، رائع.
جدتي، ماذا تفعلين؟ لقد جعلت السفر ينسكب شمسي. آسفة، لم أقصد ذلك، لكن أنا حصلت على قطة لطيفة. لا يمكنك فعل ذلك، هذا غير عادل. الأمر متروك لي لأقرر. ربما سأبدأ بالبيض الصغير من إما. أتذوق، لذيذ جداً، لكن قليل أيضاً. حسناً، ماذا صنع الشيف زاك هناك؟ مقرف؟ ما هذا الهراء؟ هذا مقزز للغاية؟ لا، لن أكل، لكنني سأكل هذه القطة اللطيفة من جدتي. تبدو غير عادية أبداً. وإنها لذيذة أيضاً. جدتي، مبروك الفوز. شكراً لك، كنت أعلم أنك ستحبيها. أتساءل ماذا سنطبخ في الجولة الثالثة؟ أريد حلوى للتشوروز، هل تعلمون ما هي؟ بالتأكيد، سأفعل ذلك بسهولة. البداية بسيطة، أخلط القليل من الدقيق والسكر وبعض الماء وبعض الزيت. ولتحضير عجينة بدون كتل سأستخدم هذه الآلة. ولأنني أستخدم الأصباغ اليوم بكل شيء، لماذا لا أقوم بتلوين العجينة؟ نتج لدي مزيج من اللونين الوردي والأزرق. باستخدام كيس الحلويات أسكب قطع التشيروس في الزيت الساخن. فعلاً يبدو الأمر بسيطاً جداً. سوف أكرر فقط بعد الشيف المحترف. لا، من الواضح أن الكيس ليس مناسب لذلك، الخليط كله انسكب. لكن لا مشكلة، يمكنني صنع قطع التشيروس من ضفائر المارشميلو. إنه لذيذ للغاية، وبعد القليل سيكون ألذ بالتأكيد. لا أعرف ما هو التشيروس، لكنني سريعة التعلم. سأعجن العجين في زجاجة، سيكون أكثر راحة للعجن. الآن أنا بحاجة إلى هز الزجاجة جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً. أوه، لقد بلغت في الأمر قليلاً. جدتي، اهدئي، بسبب اهتزازك كل شيء يسقط عن الطاولة. أنا بخير، شكراً على المساعدة. حسناً، حان الوقت لسك بقطع التشيروس المثالية. بعد وضعهم في صينية الخبز، أخذهم إلى الفرن. القليل من الآيس كريم لن يضر. أي شيء ليكون المذاق أفضل. واللمسة النهائية هي الرشات الملونة. هكذا سيكون ألذ وأجمل. جدتي، ما هذا؟ ماذا تقصد؟ إنها تشيروس. انظر كم تبدو شهية. والآن سوف أرشها بالقليل من العسل. وهكذا انتهيت. هذه ليست حلوى للتشيروس، إنها بسكويتات عادية. أتساءل كيف مذاق حلوياتي؟ لا بأس، سأضعها في الطبق. أنتم لا تعرفون ما هي حلوى للتشيروس، أنا فقط من حضرتها. لا أستطيع الانتظار لتجربة كل منافس. لنبدأ بما أعدته إما. هذه فقط مارشميلو وليست لينة حتى، لا لن أكلها. جدتي، لقد قمت بعمل رائع. هذا لذيذ جداً، لكن هذه بسكويتات غريبة وليست شروس. قام الشيف زاك بعمل جيداً أيضاً. ظاهرياً طبقه يشبه إلى حد كبير شروس. مدهش، هذا شهي. لم أجرب قط حلوى شروس مثل هذه. مبروك الفوز. نعم، لقد فوز. أوه، الكثير من المكونات. إذن أريد الفشار. حسناً عزيزتي، هذا سهل. سأغلي فقط بعض الذرة وسيتحول إلى فشار رائع. ماذا؟ سوف تغليه؟ لماذا؟ هناك حبوب، أحتاج فقط إلى سكبها على طبق وتسخينها على سبيل المثال باستخدام مجفف الشعر. أنقذ جدة. هل تظن أن هذه لعبة؟ كنت أن تكسر نظراتي. أعطني هنا. هناك شيء أعلق في أذني. آسف جدتي. إذن ما التالي؟
بالضبط، أنا سأصنع فطائر الفشار. سأقوم بصب الحبوب على هذا النحو وسأضيف إليها النوتيلا. ستحبها الصغيرة. يمكنني استخدام هذه الحبوب لأنني جمعتها بنفسي. الفشار سيتجاوز كل التوقعات. بعد كل شيء سيكون بطعم السكيتلز. الحلوى الحامضة والمارشميلو ستجعله حلو. بعد ذلك ألفه بورق القصدير وأشغل الموقد لنرى. تعلم كيف يجب تحضير الفشار؟ رائع، أعتقد أنه جاهز. الآن أفتح وأرى تحفتي الفنية. أوه نعم، هذا جميل. يسيل لعابي. أوه يا لها من رائحة طيبة. سأملأ الدلو الآن بالفشار وأضيف صغيرتي. لا 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 لا، أوه الذرة جاهزة. حان الوقت لإخراجها. خلها بقى، أضعها على الطبق وأدهنها بالزبدة هكذا. أوه كم هذا شهي، أريد أكلهم بنفسي. لكن من أين رائحة الاحتراق؟ لا أعرف. حفيدي هذه كارثة. اترك هاتفك وانظر ماذا لديك. ما الأمر جدتي؟ أنا ألعب. أوه لا، هل احترق كل شيء؟ يا لها من رائحة كريهة. كارثي، وماذا أفعل الآن؟ أوه اللعنة. شهية طيبة عزيزتي، تفضلي. روعة، لكن ما هذا الفحم؟ هل هو صالح للأكل؟ لا، لن أتذوقه. إذن هل هذه ذرة؟ لكن أين الفشار؟ حسناً سأجرب. لا، هذا ليس ما أردته إطلاقاً. أوه، لكن هذا الدلو يبدو لذيذاً. وهناك أيضاً ملقط. ما هذا؟ مارشميلو؟ روعة. يا إلهي، هذا لذيذ جداً. شكراً لك يا شيف، لقد فزتي. أنا حقاً أحب هذا الفشار. واو كم هذا جميل، أنا مسرورة من أجلك. أوه لا تلمس، إنه للطفلة. والآن حضروا لي كرة الكيك. ماذا؟ حسنا سأجرب. أوه إذن هيا للعمل، خذ هذا. هيا خذ. أوي أوه أوي أوه يبدو أنني انتهيت. لقد فتت بسكويت أوريو، والآن سأضيف النوتيلا المفضلة لدي وأخلطهم معا. أعتقد أن هذا يكفي. والآن أصنع منهم كرة رائعة. بضع كرات ستكون كافية. والآن احترسوا، إنه ولفرين. أعتقد جاهز. رائحتهم لذيذة. يبقى فقط صب شراب الفراولة على هذه الكرات. ستصبح كرات الكيك أحلى بكثير. ويمكن أيضا تزيينهم برشات ملونة. أوي لم أصبهم تماما. هكذا أسرع. تادام. أحسنت عملا. أنا سأبدأ بالعمل الآن. أسكب الدقيق وأسكب الحليب الطازج وأكسر بيضتين. الآن أخفق بمخفق يدوي وأحصل على عجينة. لنتحقق منها. نعم لذيذة. يمكن وضع العجينة في قوالب وخبزهم في الفرن. هكذا أنا ذاهبة. لمثل هذه الحالات لدى الشيف دائما كعكة الشوكولاتة. يبقى فقط تقسيمها إلى قطع صغيرة ووضعها بالخلاط وتشغيله. بالتأكيد لأقصى طاقة. هذا كافي. الآن أسكب كل شيء في وعاء. وبعد ذلك أضيف الحليب المكثف. وأعجن العجينة جيداً وأشكلها إلى كرات بين يدي. أحتاج إلى شكل دائري مثالي. أضع الكرات هكذا
والقفازات تطير ويمكن الانتقال إلى التزيين. هذا مثير للاهتمام. أبدأ بالشوكولاتة. أقسم لوحة شوكولاتة صفراء وأذيبها. نعم، القوام المناسب. والآن يمكن تغطية كرات الكيك. نعم، تغطية مثالية. والآن أضيف الأذنين وأرسم بيكاتشو. ها هو. كرتي جاهزة أيضاً. يا لها من رائحة طيبة. والآن أزينهم بالكريمة المخفوقة. وفي الأعلى أضع المارشميلو، لكن أقصها قليلاً لتشكل زهرة جميلة. هكذا، انظروا. وأضع توتة في المنتصف. يا له من جمال. نعم، هذا الوعاء المطلوب. أفعل كل شيء لطفلتي. أوه، ماذا رميت على رأسي جدتي؟ هذا السيخ الأصفر مناسب. أوه، يا له من منظر. لكن لا يهم، زهرتي الآن جاهزة. يبقى وضعهم في الدلو. طريقة تقديمي أيضاً أصلية وفريدة من نوعها. ما رأيكم؟ مذهل. جاهزون؟ أتساءل بماذا سأبدأ؟ هذه تشبه كرة الكيك الذي طلبته. سأجرب. يعجبني. شكراً يا أخي. يا لهم من زهرات لطيفة. جدتي بذلت جهدها. رائحتهم حلوة. وكيف طعمهم؟ لذيذ أيضاً. شكراً. وهذه الزهرات لذيذة جداً. وأين كرات الكيك؟ هنا. هذا غريب جداً. واو، المفضل لدي. هذا مذهل. بيكاتشو، أنا أعشقه. برافو يا شيف. تعال إلى هنا لأجربك. والطعم لا بأس به. جيد. والآن الخيار صعب جداً. الشيف أو الجدة؟ ما رأيكم أنتم؟ إنها تسأل. هيا بيكاتشو هو الأروع. لكنني صنعت زهرتي بحب. أنت على حق، فازت الجدة. شكراً عزيزتي. أتساءل ماذا سنحضر هذه المرة؟ هذه المرة أريد سندويشة. أنا لا أرى. حسناً، سأصنع العجين الآن. هاي، أين الطحين؟ هذا غير متوقع. لا أرى شيء إطلاقاً. يا إلهي. والآن حسناً، أضفت الدقيق. والآن سأسكب الحليب وأضيف البيض. والخفاقة اليدوية تساعدني دائماً. هذا جميل. الآن أسكب العجينة في المقلاة وأقليها. ويجب عدم نسيان قلبها. ورغيف الخبز للساندويش الآن جاهز. يا لها من رائحة. أضيف ورقة خس وطماطم وخيار وبروكولي. والآن ألفها هكذا. هاي، ما خطبك؟ اسمعي من جدتك. ما العمل معها؟ فكرة. لدي فلفل. سأقطعه إلى حلقات وأثبت اللفة على كلا الجانبين. فكرة جميلة. ما هذه؟ لحمة؟ فو، مقززة. لن ألمسها أبداً ولا حتى الخضار. من ماذا سأصنع السندويشة؟ أنا أعرف، لدي هنا هوبا بوبا. أفردها بدلاً من العجين. الآن سأحصل على رغيف رائع من العلكة. والآن انظروا، لا أحتاج إلى الشوبك. الآن أحتاج إلى تويكس ومارشميلو. أضيف الكثير من الحلويات فوقهم ويمكن لف العلكة. كنت أن أنسى الكريمة المخفوقة. كلما كان أكثر كان أفضل.
بعد أن قطعت اللحم إلى قطع صغيرة، يمكن وضعهم في المقلاة. ربما تفكرون أنني أقليها في المقلاة ببساطة؟ لا، أنا أشعل النيران بها، هكذا أسرع. وقطع اللحم ستكون ألذ وأشهى، فقط انظروا. نيران، أطفئوها. لا تخافي يا جدتي، الشيف مسيطرة على الموضوع. اللحم جاهز الآن، يمكن وضعه على أرغفة الخبز. بعد وضع كل المكونات، أضيف الصوص ويمكن التقديم. بيرفكتو. واو، بهذه السرعة؟ حبيبتي تفضلي. إذن هكذا سأحدد من هو الأول بطبق جدتي. لفة لطيفة ورائحتها طيبة. أي، أنا لا أحب الخضار، لا أريد أكلها هلا. إذن لنرى ماذا حضرت الشيف. رائحتها أفضل بالفعل. أتذوق الآن، ليس سيئاً، لكن هناك خضار مرة أخرى. إنها تنهار أيضاً. حسناً، لا بأس. أوهو، لماذا لم ألاحظ هذه اللفات من قبل؟ هذا جميل بجنون. هناك شوكولاتة أيضاً، روعة. هذا فقط لذيذ بجنون. الفائز بجدارة هو أخي. نعم. ماذا؟ أنا ربحت. هاي.